يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص حضر مع الإمام أقل من ركعة في آخر الصلاة. نعم. يقول شخص حضر مع الإمام في آخر الصلاة عند التحيات أو قبل السلام، هل يتم صلاته معه أو يقطع الصلاة ويحضر الجماعة الأخرى؟ إذا كان معه جماعة أخرى لا يدخل مع الإمام في هذه الحالات، يصلون جماعة، يبدأون صلاة جماعة. أما إذا كان ما عنده أحد فلا يفوت عليه الفرصة، يدخل مع الإمام فيما بقي، يحصل على المتابعة والأجر. نعم. مع أن بعض العلماء يقولون أنه تدرك صلاة الجماعة بالتكبير قبل السلام، إذا كبر قبل سلام إمامه، هكذا عبارته، إذا كبر قبل سلام إمامه فقد أدرك الجماعة، هذا في متن الزاد، لكن الصحيح أنه ما تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لكن لا يفوت عليه الفضل والأجر إلا إذا علم فيه جماعة آخرون فينتظرهم ويصلون جميعا. نعم.